الحلوة دي قامت تعجن في البدرية وديك بيدن بالفجرية. يلا بينا على باب الله يا صنايعي يا سعد صار. عم حاول أشعيري لك شبك شبك بصلتك محروقة بتخطف الكباية من راس الماعون. سمعنا تقول طنجرة ولقيت غطاها رح يحط خبزاته على جبناتها ويعيشوا سوا على الحلوة والمرة. يعني رح ناكل ملبس؟ رح تاكلي قتلي ها؟ لهلأ ما بتعرفي البقدونس من الكزبرة؟ أكلنا هوا البساطة البساطة ويا عيني البساطة. على فكرة هاي مو بساطة، كيلو الجبنة ب250. ايه أهلين. على فكرة هذا مو راديو، هذا صحن فتوش. حلقة جديدة من برنامج فتوش مع مايا هلأ على راديو سوريالي. يا بنات المكلة هي دواء كل علة، هي بنات المكلة هي دواء كل علة، هي سيق الله ريع الله والمحبة بالية. يا بنات المكلة هي دواء كل علة، يا بنات المكلة حلقة اليوم من فتوش مو لأصحاب القلوب الضعيفة بصراحة. اليوم بدنا نعمل منسف، منسف الملاحي، وقد يختصر محلياً بالملاحية. المهم إنه منسف، ومنسف اليوم من السويدة، من القرية. أنا مايا وأنتوا عم تسمعوني بحلقة جديدة من برنامج فتوش على راديوكم راديو سوريالي. وعلى فكرة برنامجنا مو برنامج طبخ. يا حي الله. يا دواء كل علة، يا بنات المكلة يا دواء كل علة، يا سيد الله رعى الله والمحبة بالية. كل محافظة بسوريا بتعمل منسفها الخاص. للمنسف مبدأ واحد بس بيختلف كتير بين منطقة والتانية، وقد تكون الشاكرية الشامية والأرمان بلبن الحلبي هو التجلي الأخير للمنسف بهالمدينتين. كانت كل المناسف تنعمل بالبرغل، وشوي شوي فات الرز واحتل المناسف، خاصة بعد ما انقلبت الآية وصار العزل البرغل والرز هو اللي شنق حاله. هلأ بلا كترة حكي، أنا جوعانة، خلونا نفوت بالتقيل. حضروا الورقة والقلم، مقادير المنسف على فتوش بعد الفاصل. وردت على الينبوع تعبي الصاملة، وردت على الينبوع تعبي الصاملة، يشعرها بالمي وتقولي سباح، جاهزين؟ يلا. مقادير منسف الملاحي: 3 كاسات برغل خشن، خاروف صغير عم اتهضمن، كيلو لحم خاروف بعضمه، 3 لترات لبن رايب، بصل كبيرة مقطعة جوانح، ملعقتين صغار كركم، معلقتين صغار مرضقوش، ملح وسمنة، جميد، وهلأ منحكي أكتر شو هو، 3 ملاعق كبيرة نشا أو أكتر إذا ما توفر الجميد، وممكن نقلي كبة إذا حابين تعملوا منسف على أصول. سورياني سورياني. الجميد أو الهقط أو الكثة مثل ما بيسموه بالسويدة هو اللبن المسحوب الدسم والمملح والمجفف على الشمس. تحضيره صعب وبياخد وقت، والنساء بتعمله بكميات كبيرة لهذا السبب.
إذا قدرتوا تأمنوه فبيكون كتير منيح، وإذا لا هي الوصفة بتمشي بلا وقريبة للنتيجة المطلوبة. وإذا قدرتوا تجيبوا لازم من قبل بيوم ينهرس وينتقع بمي سخنة لحتى يكون جاهز للطبخ تاني يوم. وهلأ رح نبلش، قولوا يا رب. رح نسلق اللحم بكمية كبيرة من المي مع البصلة والهيل وورق الغار والقرفة وشو ما بتحبوا من هي المعطرات والمنكهات. ولبين ما تستوي اللحمة رح نبلش بطبخ اللبن، منحطه على نار هادية ومنبدأ نحرك ونحرك لحتى يغلي، ورح ندوب 3 ملاعق كبار نشا مع معلقتين صغار كركم بشوية مي باردة ومنصبها فوق اللبن، وما منوقف تحريك طبعا. هون بتقدروا تحطوا الجميد أو الكثل منقوع إذا كان موجود. منضيف الكثة بعد ما نصفيه منيح من مية النقع، وبالتأكيد نحن مستمرين بالتحريك، وبس يغلي ويسمك دوقوه وزبطوا الملح على ذوقكم. ديروا بالكم لأنه الكثة فيه ملح كتير، وإذا حسيتوا اللبن سميك زيادة ممكن نضيفوا عليه شوي من مرقة سلق اللحمة. آخر شي منحط المرتقوش معلقتين صغار تقريباً، ومنحط اللحمة المسلوقة ومنخفف النار ومنتركن على نار هادية حتى اللحمة تشرب اللبن ونكهته على رواق. وهلأ صار دور البرغل، مننقيه من شي بحصة مندسة ومننقعه شغلة 10 دقايق، ورح نطبخه بمرقة اللحمة المصفاية لحتى ياخد طعمتها وبنفس العيارات العادية لطبخ البرغل. أنا لكل كاسة برغل بحط كاسة ونص مرقة، وبس تنشف ميته قلبوه شوي وغطوه وتركوه على نار هادية حوالي 15 دقيقة لحتى يستوي على مهله. إذا حابين تقدموا كبة مع المنسف هذا وقت تقلايتها، لأنه البرغل واللبن واللحمة كلهم استووا وما بقي إلا نفرد المنسف. بصينية كبيرة رح نفرش البرغل أو الرز إذا بتحبوا المنسف برز، وفوق البرغل رح نصف قطع اللحمة ونحط الكبة على طرف، ومنسقي المنسف بشوية لبن، وباقي اللبن رح نسكبه بزبدية للي بيحب يزيد. آخر شي رح نحمي سمنة، وانتو والكوليسترول بقى بتقرروا كمية السمنة، لكن من الأفضل والأصول إنها تكون مبحبحة. بعدين وحفاظاً منا بفتوش على التقاليد والتراث، من نادي لأكبر حدا عنا بالعيلة ومنناوله السمنة السخنة ومنخليه يسأل المنسف ويقول تفضلوا. ايه وشو ناطرين؟ تفضلوا. الله أكبر، ولي شو هاد؟ يا سلام، صاح الجبل باني معروف ويا هالي، صاح الجبل باني معروف ويا هالي، صاح الجبل باني معروف. نعيد ونكرر انه حلقتنا اليوم بفتوش ما نهى لاصحاب القلوب الضعيفه والضغط المرتفع والشحوم المتراكمه. يا ريت تراجعوا موقعنا الالكتروني سوريالي.com وارشيفنا على الساوند كلاود واليوتيوب، وتجربوا كتير من الاكلات الخفيفه والسلطات اللي عملناها بحلقات سابقه. صراحة بعد المنسف الواحد ماله إلا يشرب كاسة شاي ويحط راسه وينام، بس ما بيصير ما نكمل الحلقة. منسفنا اليوم كان من السويدة، ومن هنيك رح نحكي عن القرية، البلدة الصغيرة بين بصرة والسويدة. القرية بلدة صغيرة بيعيش فيها حوالي 20,000 شخص، معظمهم من الطائفة الدرزية مع أقلية مسيحية. جاي اسمها من أكثر من معنى، من ناحية بتعني مجرى المي الصغير النازل من الربوة للروضة، ومن ناحية ممكن تعني القرية بس بصيغة تحبب، والقرى باللغة العربية يعني الكرم،
وهذا كمان ما نو غريب عن أهل القرية. وعدا عن شهرة أهل هالبلدة بالكرم، اشتهرت كمان إن قدمت لتاريخنا شخصيات ما بتنتسى. سلطان باشا الأطرش، أحد قادة الثورة السورية الكبرى، هو ابن القرية، وكتار منا سامعين بحادثة أدهم خنجر اللي كانت واحدة من شرارات الثورة السورية الكبرى بسنة 1922. كان أدهم خنجر مشارك بمحاولة اغتيال الجنرال غورو، واحتمى من الفرنسيين ببيت سلطان باشا الأطرش، واستغلوا الفرنسيين غياب سلطان باشا عن القرية بيوم من الأيام ليهاجموا بيته ويعتقلوا أدهم خنجر، وصارت معركة تل الحديد. وأسر سلطان باشا الأطرش 4 جنود فرنسيين، وطلبت منه فرنسا أنه يطلق سراحهم مقابل إطلاق سراح أدهم خنجر، لكنهم أعدموا أدهم بدل ما يطلقوا سراحه، وهدموا بيت سلطان باشا الأطرش اللي آوى أدهم خنجر وغيره من ثوار البلاد. ورغم كل إنجازات الثورة السورية الكبرى وكل شيء مبنى عليها بعدين، بيقولوا أن سلطان باشا الأطرش ماتوا بقلبه غصة وحسرة لأنه ما قدر يحمي أدهم خنجر اللي كان مستجير ببيته. عزينا بربوعنا أهل العمايم، اللي هم بيلعوا لعز انتسامة، دليلينا الخوف بسلاح العزايم، دليلينا الخوف بسلاح العزايم، أصحابي الشرف والرجول والكرامة، أصحابي الشرف والرجول والكرامة. وبعد كم سنة من هالحكي تركت أم وولادة الثلاثة القرية بعد ما توفى زوجها فهد الأطرش وسافرت لمصر. حاولت هنيك تبدأ حياة جديدة، وعاشت ظروف صعبة كتير، وحاولت تستغل صوتها الحلو لتغني بالعراس والحفلات الخاصة لتعيش ولادها. ومرقت الأيام وكبروا الولاد، ولحسن حظها وحظنا 2 من هالولاد ورثوا موهبة الأم، وهن فريد وآمال المعروفة بأسمهان، وصاروا من أهم قامات الغناء العربي وتركوا بصمة ما بتنتسى على الموسيقى العربية. اكتب اوراق الشجر سافر حبيبي وهجر، اكتب اوراق الشجر سافر حبيبي وهجر، يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر، يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر، بكفي غياب وسفر، بكفي غياب. ولليوم بقيت الثورة والفن ببيوت كتير من أهالي القرية. وهون كمان ما فينا ننسى الفنان سميح شقير اللي كلنا من الكبير للصغير سمعنا يا حيف وغنينا يا حيف اللي ألفها، واللي كانت من أوائل وأحلى أغاني الثورة من أول ما بلشت لليوم. شعبي مثل القدر من ينتخي مايل، شعبي مثل القدر والأمل باين. من القرية بالسويدة كانت حلقة فتوش لليوم، نلتقي الأسبوع الجاي بنفس الموعد، ومن هون لوقتها خلوا هواكم سوريالي. باي باي. شعبي مثل القدر والأمل باين باين، يا حيف أخو يا حيف. لتسمعوا كل حلقات برنامج فتوش مع مايا، زوروا موقعنا على الانترنت سوريالي.com. سلطة ملطة تبلناها كل شي فيها إلا خيار ما فيها، أصابيع البوبو يا خيار، خيار فيها وكل شي فيها قويها، ويا صحن مجدرة قويها ومجلل بالكزبرة. كزبرة ولا بقدونس؟ طول عمرك يا زبيبة مجعلكة، لهلأ ما بتعرفي بقدونس من الكزبرة؟ المهم قويها، واللي ما بيسمع راديو سوريالي قويها يلزق بسفل الطنجرة. وليلا ليلا 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 فتوش مو برنامج طبخ. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2014.